السلام عليكم، أهلا بكم في فيديو جديد. طبعا وأخيرا العودة بعد انقطاع طويل بسبب الامتحانات. بهذا الفيديو راح أحكي عن كم شغلة تخص الآيفون 12 والآيفون 12 برو، وبنهاية الفيديو راح تكون نصيحة مهمة جدا قبل ما تشتري أي جهاز، سواء كان الآيفون 12 أو حتى الآيفون 12 برو. لذلك إذا مهتم تابع للنهاية. اهلا بكم مره ثانيه، ونبدا بالسلبيات واللي هي خدمه الفايف جي والبطاريه. وللعلم فقط، بطاريه الايفون 12 والايفون 12 برو هي 2815 ملي امبير. بحسب اكثر من موقع من ضمنهم موقع جي اس ام ارينا، ذكر بان بطاريه الايفون 12 والايفون 12 برو تتاثر بنسبه 20% عن تفعيل خدمه الفايف جي. ولو تكلمنا عن البطاريه كعمر، فالايفون 12 على وضع ال 4G راح يدوم وياك لمدة 10 ساعات ونص، ومع تفعيل وضع ال 5G راح يدوم الى 8 ساعات ونص. وطبعا الايفون هو مو الجهاز الوحيد اللي يتأثر عندما تفعل خدمة ال 5G. اما بالنسبة للمميزات، فالميزة الاولى واللي هي نوع الشاشة، واخيرا شاشة راح تكون OLED مو LCD، وايضا حواف شاشة اقل، وهذا يعني استحواذ للشاشة الامامية بنسبة اكبر. طبعا من اهم واقوى الاشياء المميزه بالايفون 12 هي الكاميرات، ولكن الكاميرات راح يكون لهم فيديو منفصل. هسه نجي للنصيحه. الايفون 12 تم الاعلان عنه بالمؤتمر الرسمي بسعر 799 دولار، والايفون 12 برو تم الاعلان عنه بالمؤتمر الرسمي بسعر 999 دولار، طبعا لنسخه 128 جيجا بايت. طبعا المفروض انه هاي الاسعار تكون نفسها يمنا او اغلى بشويه، كون الضرائب والجمارك عندنا قليلة مقارنة بغير دول، لكن الواقع غير شيء. حاليا الايفون 12 والايفون 12 برو وصلوا للسوق العراقي، ولكن بأسعار خيالية. الايفون 12 لنسخة 128 جيجا بايت يبدأ من سعر 1220 دولار، والايفون 12 برو نسخة 128 جيجا بايت يبدأ من 1420 دولار، يعني فرق خيالي بالأسعار، ما يقارب 400 دولار بين الإعلان الرسمي وبين الأجهزة اللي تتوفر عندنا بالسوق. لذلك نصيحتي، إذا كنت ناوي تشتري أي من الجهازين، سواء الآيفون 12 أو حتى الآيفون 12 برو، أما أن تنتظر 3 أسابيع إلى شهر إلى أن تنزل الأسعار ويتوفر بشكل رسمي عندنا، أو الخيار الثاني أنه تطلب الجهاز من المواقع الأمريكية أو من موقع أبل الرسمي حتى تقدر تأخذ الجهاز بسعره الرسمي. طبعا أكيد راح يكون أرخص لك حتى وإن كان مع كلفة التوصيل. وأيضا بصندوق الوصف راح أخلي لكم فيديو للأخ حسين الجزائري اللي شرح بيه عن تطبيق تقدر من خلاله تشتري من كافة المواقع الأمريكية، وايضا اجور التوصيل جدا مناسبه، وايضا يدعم هواي وسائل دفع من ضمنها زين كاش. شوف الفيديو وان شاء الله تستفاد من عنده. هذا كان كل ما عندي بالنسبه لهذا الفيديو. لا تنسى ان شاركني رايك اسفل الفيديو في مكان التعليقات. اشوفكم بالفيديو الجاي، في امان الله.